من هالإبداع يلي ناطرينه من فريق محترف لإبداع من نوع تاني لفرق وأفراد موهوبين كانوا موجودين بالبيتشا كوتشا 3 اللي كنا شفنا قبل البيتشا كوتشا 1 و 2 ببرنامجنا. من حلب هلا رح نشوف جوانب من هالعروض يلي طرحها الفنانين قدام لجنة التحكيم خلال وقت كتير قصير، قدموها وشرحوا عنا، وبالنهاية اللجنة اختارت الأفضل لينعرض وينال الجوائز. سوا رح نتعرف على بعض الفنون والمشاريع يلي تقدمت بالبيتشا كوتشا 3. بيتشا كوتشا نايت هي رقم ثلاثة اللي عم بيصير، قبل هلا مرتين عملوا وهي ثالث مرة. أنا عم جيت بمشاركتي بتنسيق الفن البالون حتى نعرف الناس شو هو فن البالون، لأنه مشان كثير ناس البالون هي لعبة أولاد، فأنا ردت أعمل هالطريقة إنه بست دقائق وعشرين ثانية أعطي فكرة عن شيء إنه شو هو فن البالون. المواضيع هي بتنبع عن الشباب وعن الافكار البناءه اللي الشباب عندهم بهالفتره الزمنيه، فنحن بنشوف انه في كذا كذا مشاركات، المشاركات الموجوده كل واحد عم بيعطي فكره عن تصوره انه كيف فيه يعمل بالمستقبل، الشغل كيف بيصير بالمستقبل، فانا هون جيت يعني مثل دخيله عملت اكشن بالشيء اللي هن عم بيعطوا، فكانت يعني كيف نقول مفاجاه للكل انه شو هاد الشيء اللي عم بيدخل بهالطريقه، بس كمان هي بنفس الوقت كمان هو ابتكار مثل ما هن عم يبتكروا بالتصوير او بال نقول الكمبيوتر ديزاينز ايوه بهالطريقه، انا كمان عم بعطي الشيء اللي انا عم بتصوره للمستقبل. بصراحة الملتقى اليوم كثير فكرة حلوة، يمكن هي بتصير السنة الثالثة على التوالي، اليوم الحمد لله صح لي فرصة انه اكون من ضمن المشاركين فيه. رح نشارك، مشاركتي هي رح تكون عن مجموعة روح الخيرية اللي بديت عملها من سنة ونص بحلب، رح نحاول نقدم صور عنها تشرح فيها طريقة عملها. روح صار لها سنة ونص منطلقة من حلب، ب 17/11/2009 انطلقت عبر الفيسبوك لمساعدة الحالات المحتاجة للعمليات الجراحية، عبر وصلة مع المتبرعين دون أن يكون لنا أي تدخل مادي في القصة. نحن عبارة عن وسيط أو صلة بين المحتاج وبين المتبرع. مشاركتي كان حول كتاب صدر إلي حديثا اسمه تاريخ حلب المصور. الكتاب فيه شي حوالي 300 صورة نادرة لحلب، وفيه قصص طريفة ومؤرخة وموثقة عن تاريخ المدينة بالأربعين سنة الأخيرة من الحكم العثماني. الحقيقة الموضوع أخذ حوالي 5 سنين عمل، كان يمكن يطول أحيانا 12 ساعة يوميا. الصور كان في قسم منها مجموعات خاصة وقسم منها من أرشيف عالمية، من أرشيف الكونغرس، من أرشيف، وفي المجموعة الأكبر الحقيقة كانت هي لوتار إخوان، هن كانوا مصورين او بطبعوا كانوا كروت بوستار في بدايه القرن، وهن اللي حافظوا على هالتوثيق التاريخي المهم للمدينه. I'm going to show my photography. There are 4 different projects that I will be showing to that all relate to memory and children and places and things like that. It's a very nice event. I really like the concept of bringing people together like this and presenting different types of work. هو الشيء اللي عم بعمله، نحن صار لنا 11 سنة عندنا ديزاين ستوديو، وبهود ال 11 سنة عملنا كثير أغلاط وواجهنا كثير مشاكل، ولقينا حلول لهم، لقينا حلول نقدر نتخطيهم، والشيء اللي عم نجرب نعمله هلا هو انه عم نجمع كل شيء تعلمناه من وراهم تنقدر نعطيه للعالم بدون مقابل. فالليلة رح خبر العالم 3 أشياء من كل شيء تعلمناهم. البيتشا كوتشا هو فعلا فرصة لكل المواهب وفرصة للاطلاع والتطور بمجالات الفنون والإبداع